استاذ ماهر محمود محامي زوج رنا في الفقره السابقه. استاذ ماهر اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير ومساء على ضيوف حضرتك اللي موجودين. بمسي على حضرتك. كنت حابب مش هطول عليكم كتير. اتفضل. طبعا كنت حابب اوضح معلومتين. احنا النهارده بنتناقش في قانون الخلع. بعيد عن المناقشه اللي انا شايف ان هي مربحه دلوقتي وهادفه قدام حضرتك حالا، لكن انا النهارده كاعلام ما ينفعش اجيب زوجه معيش اي اثبات واقعد اقول خيانه، وحضرتك بعد ما قفلتي معاها بعد ما هي مشيت وحضرتك استضفت ضيوفك قلتي اتخانت خيانه كبيره قوي، هل حضرتك عندك اثبات ان هي اتخانت؟ لا انا بقول على كلامها انا. لا لا يا فندم على هي هي على فكره ممكن تسمعني. انا قلت على كلامها وقلت ان حضرتك او زوجها مش انا ما اعرفش حضرتك، قلت على زوجها ليه حق الرد لو هي محقه في الكلام. ده اللي صدر من لساني. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا النهارده اطلع اتناقش في قانون الخلع على عيني وعلى راسي. اقدر اتناقش ان انا اعدل ازاي التشريعات ما عنديش ازمه، اقدر اتناقش في كل حاجه، لكن اقدر اتناقش اقول ان فلان عمل فيا كذا وانا ما عنديش اثبات والقناه اكيد انتم مضينها. طيب انا عايز اسمع رد حضرتك على رنا، هو خانها ولا ما خانهاش؟ لا يا فندم ما خانهاش. اقول لحضرتك على حاجه. طب هي لو كان خانها. طب هي ثانيه واحده بس. هي طب انت عرفت منين ان هو ما خانهاش؟ انت كنت قاعد معاهم؟ هي بتقول لك مسجات وفيسبوك. هقول لحضرتك على حاجه، دي الروايه اللي ماشيه في الفتره الاخيره دي، وهقرض على كام حاجه. هي قالت احنا عملنا كام قعده. اولا احنا عملنا قعدات كتير. ثانيا انا قمت عملت عقد اتفاق بيني وبين والدها عشان احنا نخلص الموضوع، وحاولت اكتر طريقه من وبعدها قلت لها لا على كلامها. قالت قلت لها لا بينا محكمه. هي على كلامها. هي على كلامها. طب ما العقد الودي ده ما مشيش ليه لغايه دلوقتي؟ العقد بص يا فندم هقول لحضرتك في تفاصيل انا ما اقدرش اقولها على الهواء زي ما هي بتطلع تقول على الهواء. انا على فكره ما سمعتش هي قالت ايه في الاول، وانا لسه هسمع هي قالت ايه في الاول. لا هي ما قالتش حاجه اكتر من ان هو موضوع الخيانه. لا لان هي يا فندم كانت يوم السبت في حلقه 26/1 طلعت على قناه تي ام سي وقالت ان هم سرقوني. وانا بس هكمل كلامي. لا هي لا 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 ما قالتش الكلام ده عندنا خالص. طيب انا طب عايز اعرف حاجه. ايه هي معلش، هي رنا نامت قامت صحيت انا مش عايزه جوزي فهروح ارفع خلع؟ بص يا فندم هقول لحضرتك ايه السبب بقى اللي هو خلينا نعرف. على فكره انا مش ضدهم، بالعكس انا نفسي احل. انا نفسي احل. قلت لها تعالي نقعد ونحل. بس انا هقول لك على حاجه. انا النهارده ما ينفعش استخدم منبر اعلاني ان انا اطلع في كل قناه اشهر بالناس وقلت خانوني. طلعت على تي ام سي قلت خانوني، طلعت على قناه تن قلت خانوني، وبستخدم قانون الخلع الفاشل قانون الخلع الفاشل اللي بقاله 19 سنه في مصر عشان احنا دي من وجهه نظر حضرتك ان هو فاشل. في ستات مظلومه؟ اه في ستات مظلومه. في ستات مش عارفه تاخد حقوقها؟ اه في ستات مش عارفه تاخد حقوقها. وفي رجاله يا عيني بقى لهم سنين مش عارفين يشوفوا. طيب عموما انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر. هكمل كلامي لو سمحت. للاسف الوقت الفقره خلاص للاسف خلاص بينتهي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر محمود محامي زوج رنا.